شدد مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة عائد ياغية على أهمية وقف الإبادة الجمعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وفتح جميع المعابر البرية والسماح بإدخال المساعدات بشكل طبيعي وحر دون أي عوائق. وكان مدير جمعية الإغاثة قد أعلن في وقت سابق أن مجمع الشفاء الطبية خرج عن الخدمة تماما وتحول من أكبر مجمع ومستشفى يقدم خدمته الطبية للمرضى في قطاع غزة إلى مقبرة جماعية ومركز لانتشار الأوبئة، ولا توجد إمكانية الآن لإعادة تشغيله. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مواصلة إسرائيل لأعمالها العدائية في غزة يعوق تدفق المساعدات الإغاثية لسكان القطاع. وقال إن الأمم المتحدة اشترت 30 شاحنة بما يقرب من 3.5 مليون دولار لتعزيز توصيل المساعدات بعد تضرر معظم الشاحنات التي تنقل المساعدات في القطاع منذ بداية الحرب. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأعمال العدائية المتواصلة في غزة والطرق المدمرة والقذائف غير المنفجرة المنتشرة تمثل مخاطر كبيرة على العاملين في المجال الإنساني. بعد نزوحهم من شمال قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي المستمر، يعاود الفلسطينيون النزوح من رفح الفلسطينية إلى شمال القطاع المدمر. ويتعرض العديد من الفلسطينيين إلى الاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال رحلة العودة أو النزوح. عودة للديار أم هي رحلة نزوح أخرى من مدينة رفح الفلسطينية إلى شمال القطاع المدمر؟ هكذا يتساءل الفلسطينيون. رحلة صعبة وشاقة يجبر عليها الفلسطينيون مرة أخرى للعودة إلى منازلهم، فمن استطاع الهروب من القصف اعترضه جنود الاحتلال الإسرائيلي واعتدوا عليه بالضرب والترهيب، وفور وصولهم إلى منازلهم المدمرة ورغم تغير معالمها جراء القصف الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي، جلس آلاف الفلسطينيين على الأنقاض بعيون يملأها الدموع. هاي بيتي المتبقى، جزء بسيط من بيتي مش قادرة أصله، يعني لو نفسي أطلع أخذ أي شغلة بسيطة من بيتي. آخر نظرة على بيتي، آخر يعني حلمي وانهدم. حجم الدمار الهائل الذي حل بمدن القطاع لا يمكن وصفها، مشاهد قاسية على الأهالي النازحين الذي فقدوا أهاليهم وأحبائهم تحت أنقاض المنازل المدمرة. ما فيش كلام، خلاص الصورة بتعبر، حد مش قادر يتكلم، مش عارف إيش يتذكر، إيش ذكريات حلوة. آخر مرة نظر على البيت مش قادر حتى أصل البيت، مش عارف مكان بيتي وين بالضبط، يعني بتطلع بحدد شكلي مش ملهاش ملامح. حسابنا على الكلمة، لآخر لحظة عندي أمل يصير وقف إطلاق نار وأرجع بيتي، وصار وقت يعني ما سحب بعد ما راح البيت، يعني أي قهر بمعنى الكلمة. شعور الفقد بات هو المسيطر على الأجواء في القطاع، فلم يتبقى سوى حجارة تشهد بأن هناك كان حياة. راح الدار، حتى بجيبها وابني في المنشر، كان في البلكونة، بس أصلح حدني يلبسوها. قلت عشان تنفر، من وين اجيب لهم اواعي؟ من وين اجيب لهم انا؟ راح كل عفشه وراح كل بيت، راح تعبنا وشقانا. برج 35 شقه راحت، 35 شقه تتشردت، وين بدهم يروحوا الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تعبنا وشقانا، ملك بعد 20 سنه 13 سنه اللي سكن فيه، اول من بنى البرج حيطانه بعشقها، روح فيه. اهلي ماتوا، زي ما عيطت على امي بحرقه قلبي، حيطت على بيتي. بيتي قطعة مني، واحد من أولادي، بيتي مملكتي أنا أولادي، 10 تنفار معي وأنا أروح فيهم. كانت غرفة أولادي، إله مكتب، وابني، ابني لسه رجع توجيه جديد وبده يتعلم، كل كتبه تدمرت، أولادي وبنتي الثانية وغرفتها كلها تدمرت، لسه كله جديد، والله جديد عفشهم بالتقصير. من وين بدي اسده؟ وبقلوب معلقه بين امنيات السلام والوقف الفوري لألم الحرب، يحاول الفلسطينيون التعايش مع واقعهم الأليم.
اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحة المسجد الأقصى اليوم بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية إن نحو 110 مستوطنين اقتحموا باحة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، في حين شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى. أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حربا شاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وقال الهباش إن تصاعد هذا العدوان الإسرائيلي يأتي بعد 4 مرات استخدمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين والحقوق الفلسطينية. وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول من خلال الحرب تنفيذ عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة، وأن إسرائيل تستهدف إيصال الشعب الفلسطيني إلى حالة من اليأس وفقدان الأمل.